جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة، ورافقكم فيها أنا مكي هلال، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية البلجي قائد السبسي يؤكد عدم ممانعته في تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد تاريخ 25 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء. جدل يثيره مشروع قانون مجلس التونسيين بالخارج، وتنسيقية جمعيات الهجرة تطالب بمزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية والقانونية. طاب مساءكم جميعا مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري من قناة التاسعة. أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار للقناة الوطنية الأولى أن هناك شبه إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذه الحكومة، بالإضافة إلى الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي، مع إمكانية التحاق بعض مكونات المعارضة بها لتبقى رئاستها رهينة التوافق، مع إمكانية مواصلة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد. الوحدة الوطنية فيها عدة فروع. الآن احنا عندنا يعني منظمات وطنية، اي كيف الاتحاد العام التونسي للشغل وكيف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اي هذوما من اول استقلال هما كانوا العرس الأساسية في كل الحكومات اللي نحن مشينا فيها. يحبوا يعني حكومة بتاع وحدة وطنية، اي يلزم الاتحاد يكون فيها ويلزم الاتحاد الصناعة والتجارة يكون فيها، ما كانش مش بتنجح. احنا تكوين حكومة وحدة وطنية لازم نتشاوروا فيها بطبيعة الحال. باش نسألك على الميكانيزمات، يلزم يعني شكون مش يسيرها، وانا فيما يخصني من راش مانع في كونه حتى الحالي ينجم يسيرها راهو، اي لكن نتحاوروا فيها حكومة وطنية. علاش؟ باش كل المقومات نتاع الحكومة هذه تكون يعني يدها في العجين. يعني ما ممكنش تطلب من الحكومة وقت اللي الحكومة حاجات ما عندهاش. الأحزاب اللي هي تكون الائتلاف الرباعي، فيها الاتحاد، فيها اتحاد الصناعة والتجارة، كيف ما كان هذايا، وإذا كان فيها الناس مستقلين مرحبا. إلى شأن وطني آخر، حيث أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن تحديد 25 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أنه وقع الاختيار على 12 مركزا أو مركز اقتراع تتمثل في مؤسسات التعليم العالي القريبة من محاكم الاستئناف. 25 من سبتمبر المقبل هو موعد إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، تاريخ حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق رزنامة اقترحتها للغرض. 13 جوان تبدأ عملية فتح الاعتماد اللي باش يلاحظ الانتخابات هذه، ثم في نفس الوقت سنقوم بتعليق قائمات الناخبين. 12 مركز اقتراع، وهو التوزيع يتبع محاكم الاستئناف. مقترح ولئن ثمنه عدد من ممثلي المؤسسات المعنية بهذه الانتخابات لما له من أهمية في التسريع بإرساء المجلس الأعلى للقضاء ومن ثمة إرساء المحكمة الدستورية، فإن جملة من النقاط الواردة فيه خاصة المتعلقة بالرزنامة ظلت محل احتراز عدد من القضاة. غلق قائمة الناخبين اللي حدد اليوم 24 جويلية، احنا نعرفوا انه الحركه القضائيه تنجم تكون صارت كما تنجم تكون ما صارتش. الحركه القضائيه في حد ذاتها قابله للاعتراض عليها لدى المحكمه، لدى نفس الهيئه،
خاصة بخصوص الترقية من رتبة إلى رتبة أو بخصوص النقلة، وهذا من شأنه باش يدخل بلبل على قائمة الناخبين. الرزنامة كان الاختيار اعتماد الفترة نتاع العطلة القضائية، وهذا من شأنه معناها باش يحد من تمثيلية القضاة. في سياق متصل وبعد التحركات الاحتجاجية التي قامت بها جمعية القضاة رفضا لقانون أحداث المجلس الأعلى للقضاء، أكد نائب رئيس الجمعية أنس لحميدي أن الجمعية ستشارك في هذه الانتخابات إيمانا منها بأن الإصلاح يأتي أيضا من داخل المجلس في حد ذاته. سنسعى إلى استكمال النقائص التي جاءت بهذا القانون من داخل المجلس الأعلى للقضاء الذي سيوكل له دور كبير وكبير جدا في عدة مستويات. وتهدف الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اختيار 33 عضوا من جملة 45 يكونون الجلسة العامة للمجالس القضائية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيد نبيل أهلا بك. مرحبا بك وتحية ليك وكل المشاهدين. عاشك. سؤالي الأول، هل تم الاتفاق مع كل الأطراف المعنية، نقابة القضاة، جمعية القضاة، القضاء الإداري وكل الهيئات القضائية، ثمة حالة من الإجماع على الأقل على هذا الموعد؟ هو ما نجموش نقولوا حالة من الإجماع، على خاطر فما بعض النقاشات في خصوص الموعد وبعض التفاصيل. احنا قدمنا اليوم الرزنامة حتى تكون ورقة عمل مبدئية نبنيوا عليها كامل المسار بالنسبة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. هناك بعض التفاصيل اللي باش نشوفوها في الأيام القادمة مع الفعاليات هذية، بما فيها مثلا مسألة اللي باش يلتحقوا جدد ان كان بسلك القضاء او بسلك المحامين او بسلك العضو المنافذين ما بعد غلق قائمات الناخبين، هذوما باش نشوفوا كيفاش يتم ادراجهم. بعض المسائل كما الترشحات، هل انه باش تكون الترشحات هذه على مستوى داخلي، يعني في معناتها على مستوى دوائر محاكم الاستئناف ام على مستوى مركزي. بالنسبه للتواريخ، الرزنامه اللي قدمناها اليوم حاولنا نقنعوا الحاضرين معنا اليوم وانه التاريخ هذايا تاريخ ضروري انه يكون في الفترة هذيك. علاش؟ مبدئيا لضرورة إنجاز المجلس الأعلى للقضاء اللي نعرفه أنه مرتبطة به استحقاقات أخرى، منها بالفعل المحكمة الدستورية، وأهم مسألة تعرفوا اللي فما استحقاق وطني آخر ينتظر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البلدية، ألا وهو الانتخابات البلدية. وأحنا في شهر سبتمبر إمكانية إنجاز الانتخابات تاع المجلس الأعلى للقضاء ممكنة ومتاحة للهيئة، إذا كان مش ندخلوا في تواريخ ما بعد سبتمبر شكون عنا التداخل مع الانتخابات البلدية. ألا يمكن أن تشوش، هناك من يقول أنه لوجستيا وعلى المستوى الفني والاستعدادات قد تشوش على موعد الانتخابات البلدية، هذا وارد أم أنتم جاهزون لقيام الحقيقة احنا اليوم خضنا عديد الانتخابات، صارت عندكم خبرة طبعا، والانتخابات اللي نخوضوا فيها بخمسة ملايين ناخب، اليوم عنا 12 ألف ناخب، يعني نقولوا وبأريحية كاملة هي لن تكون مؤثرة. لكن الطبيعة متاع الناخبين اللي عنا اليوم هما من خيرة ما عنا في المجال القانوني، يعني الحرص باش يكون بدرجة كبيرة طبعاً. الأخطاء القانونية غير مسموحة، طعون ربما، والطعون أكيد اليوم نحكيه مع قضاة، مع محامين، مع عضو المنافذين، مع ناس مختصة في المجال القانوني، الخبراء المحاسبين. بالتالي خطواتنا ستكون دقيقة ودقيقة جدا حتى ننجزها برضاء تام من جميع المشاركين. أنها تكون مؤثرة في الانتخابات البلدية احنا نقولوا لا، مش يكون عندها تأثير. أما إذا كان خرجنا من تواريخ من تاريخ 25 سبتمبر نكون وقتها في الحرمات متاع المجال الانتخابي للانتخابات البلدية، وهذا قد يعطل ويأثر على عمل الهيئة لوجستيا. نعم. هذا ليش اخترنا 25 سبتمبر. سيد بافونيا، تجربة أولى في تونس، لكن حدثتني قبل قليل أن هناك تجارب عالمية رائدة في هذا المجال في الشيلي مثلا. هل تم الاستئناس بهذه التجربة، وعلى المستوى الفني خاصة 12 مركز اقتراع كافية لتغطية كل الجهات مثلا، كيف تدار الأمور في الشيلي مثلا؟ هي الحقيقة هناك تجارب مقارنة، لكن التجربة التونسية عندها خصوصيتها بالطبع، لأنه وجود هيئة مستقلة بالشكل اللي عليه الهيئة التونسية حتى في الأنظمة الأخرى اللي مثلا استأنسنا بالتجربة الشيلية، الهيئة المديرة للانتخابات ليست بالشكل المستقل الذي تعرفه الهيئة التونسية. نجم نقوله وأنه تجربة الهيئة في تونس تجربة فريدة من نوعها،
أعضاء تسعة أعضاء منتخبين بأغلبية معزة. نعم. بالتالي مسألة الاستقلالية والحياد في الهيئة هذه الحقيقة من بين التجارب الموجودة في العالم هي تجربة فريدة من نحوها. اليوم وأنه أعطينا للهيئة إنجاز والإشراف على انتخابات المجلس على القضاء هو استحقاق جديد الحقيقة. نعم. ونجم نقول وأنه تجربة رائدة حتى على المستوى العالمي. هذا علاش الهيئة منكبة على أنها تدرس العملية بشكل جيد. استأنسنا ببعض التجارب المقارنة حتى نؤدي المهمة هذه بالشكل المطلوب. نعم، أنتم في الهيئة منفتحون على تجارب أخرى، قطاعات أخرى يمكن أن تشرفوا على تنظيم انتخاباتها، بما أن هذه سابقة أولى، قد تفتح الأبواب لانتخابات قطاعية أخرى، وارد هذا؟ الحقيقة احنا هيئة يعني المجال الأصلي لنشاطنا هو المجال الوطني. نعم. والانتخابات الوطنية، وراهو كي نقولوا انتخابات تبارك الله عنا تقريبا ثلاثة انتخابات كبرى، وهي التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية أيضا. هذه استحقاقات كبرى، قد يكون من المحبذ أنه الهيئة تكون مختصة في المجال هذا. نعم. اليوم خذينا المجلس الأعلى للقضاء، هذا استحقاق وطني كبير مهم أيضا. نعم. إن شاء الله ننجحوا فيه وهذا من المنتظر، لكن يبدو أنه إبقاء الهيئة في مجالها الأصلي قد يكون من الأجدى أنه تقعد في اختصاصها الوطني أحسن. نشكرك سيد نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا. شكرا سيد. إلى موضوع آخر الآن، إذ يؤدي محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي زيارة رسمية إلى تونس في إطار انفتاح جمهورية الهند على الفضاء الإفريقي سياسيا واقتصاديا، زيارة تم خلالها إمضاء اتفاقيات هامة بين البلدين، إضافة للاتفاق على عقد أعمال اللجنة العليا التونسية الهندية قبل موفى 2016. بعد زيارتين سابقتين لمسؤول هندي رفيع المستوى وفترة ركود دامت أكثر من ثلاث عقود، شكلت زيارة نائب الرئيس الهندي فرصة لإعادة مشاريع تعاون اقتصادي بين البلدين، خاصة وأن الهند تعتبر سابع القوى الاقتصادية في العالم. اتفقنا باش وزارة الخارجية التونسية وزارة الخارجية الهندية يطلبوا في أعداد المواضيع الهامة التحضير لها منها مسبقا باش تقع في اللجنة المقرة باش تقع في الهند، ونقولوا بالطبع أن حضرنا مواضيع لتدعيم التعاون التونسي الهندي. على هامش الزيارة تم إمضاء اتفاقيتين في مجالي الصناعات التقليدية وتكنولوجيات الاتصال، إضافة لإمكانيات تبادل الخبرات في عدة مجالات أخرى. المحادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين ركزت اليوم على الشراكة الاقتصادية الراهنة وعلى استيعاب مجالات تعاون جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم. سعداء باستقطاب 350 تونسيا للتعليم بمختلف مؤسسات الهند خلال السنوات الخمس القادمة. الزيارة تندرج في إطار انفتاح الهند على الفضاء الإفريقي، حيث خصصت أكثر من 10 مليارات دولار كقروض تفاضلية و600 مليون دولار كمساعدات لإفريقيا. قدم المجلس الوطني للإحصاء برنامجاً وطنياً للإحصاء يغطي فترة المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي 2016-2020، وذلك خلال يوم دراسي، ويهدف البرنامج إلى دعم وفرة المعلومات الإحصائية وتوسيعها في الجهات. رغم تطور المنظومة الإحصائية في تونس، إلا أن العملية الإحصائية لا تزال محدودة وأحياناً غائبة، فالإحصاء لا يشمل كل المجالات ولا يغطي كل جهات البلاد حسب تأكيدات المختصين. المعطيات الديمغرافية فيما يخص التشغيل، فيما يخص التنمية الاقتصادية، فيما يخص الفلاحة، فيما يخص الاستثمار، يلندرا على مستوى الولايات عنا الأرقام هذية؟ ما نظنش. علاش؟ لأن ما ثمش ربما الكفاءات نتاع مهندسين إخصائيين في الإحصاء اللي يشتغلوا في الولايات. المجلس الوطني للإحصاء عد برنامجاً وطنياً يغطي فترة المخطط التنموي 2016-2020 من خلال تدعيم إنتاج المعلومة الإحصائية وتجديد منظومتها ومجالاتها. لابد باش تكون عندنا احصائيات وبرامج احصائيه جهويه واضحه. هناك دراسات باش تقوم على مستوى التجاره الموازيه بالنسبه للاقتصاد اللامادي، لابد ان تكون عندنا الارقام واضحه حتى نجم نقدموا القدام ونجم نبنيوا المخطط الاستثماري بناء على المخطط الاحصائي التنموي.
البرنامج الوطني للإحصاء الذي يضبط البرامج الإحصائية للهياكل والمؤسسات العمومية ينتظر منه تشخيص الواقع وتطوير البيانات والمؤشرات لرسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية. مؤشرات تساعد متخذي القرار على حسن أو تقييم أكثر للسياسات العمومية على غرار مؤشر الفقر متعدد الأبعاد اللي تم إعداده معنا مؤخرا، وباش يساهم إن شاء الله في مزيد التعمق في مسألة الفقر. فيما يطالب الخبراء بتحسين المنظومة الإحصائية القائمة من خلال تطوير منهجية العمل وطريقة الاحتساب وتحيين المعطيات، ينتظر المختصون في الإحصاء ترسخ الثقافة الإحصائية لدى المواطن الذي يمثل الحلقة الأبرز في العملية. والآن إلى تذكير بأبرز عناوين هذه الجولة الإخبارية. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يؤكد عدم ممانعته في تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد تاريخ 25 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء. ولا نمضي إلى عرض سريع لأبرز الأحداث الوطنية وأخبار الجهات مع الزميلة غفران العكرمي. تفضلي غفران. مساء الخير مكي، ومساء الخير لجميع المشاهدين، وأهلا بكم إلى عرض لأهم الأحداث لهذا اليوم. 100 فريق مراقبة صحية خلال شهر رمضان، هذا ما أعلنته وزارة الصحة اليوم في ندوة صحفية خصصتها لتقديم برنامج الوزراء استعدادا لشهر الصيام وموسم الصيف. أكثر من 600 تعاون من وزارة الصحة مش يقوموا بالرقابة حفظا على سلامة المواطن فيما يخص الغذاءات مواد الغذائية. عندنا 20 نقطة شطوط دي مش صالحة في وضعية، أهمها هما 20، ثم في بن عروس، ثم في أريان، وثم في مناطق أخرى. وبحلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان، أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات التي تهم سلامة المواطن إلى جانب تأمين الموسم السياحي وتوفير أحسن الظروف لزائري تونس. استعدادات تهم تأمين الموسم السياحي فيها محاور عديدة. محور أول هو تأمين الشواطئ باش يكون يعني في شكل دوريات بزي خاص وبوسائل تنقل الكواد أدابتي معناها خاصة بالشواطئ وباستعمال أيضا الخيالة. محور ثاني في تأمين الموسم السياحي هو النسيج الدورياتي باش يخص تأمين المسالك السياحية والمنشآت السياحية والملاهي، باش يكون هذا هناك تركيز في شكل دوريات في شكل نقاط مراقبة، باش يكون هناك يعني أن بلوس على مستوى الطرقات السيارة وعلى مستوى يعني الفضاءات السياحية. أقيم حفل تخرج كل من الدورة 17 لخريجي الإطارات القيادية والدورة الأولى في الماجستير المهني في التصرف الإداري والأمني، وذلك وسط حضور العديد من القيادات الأمنية والإطارات السامية وتحت إشراف وزير الداخلية. تمكن الفريق الخاص بحفظ النظام الجهوي بقفصة بالتنسيق مع فرقة النجدة والشرطة العدلية بالجهة من نصب كمين ومداهمة منزل في معتمدية السند بعد استشارة النيابة العمومية والقبض على عنصرين قاما بتهريب قطع أثرية نادرة تعود إلى العهد الفرعوني. جاتنا معلومات فما أنفار في منطقة السند، معتمدية السند تبع ولاية قفصة، يتحوزوا على قطاع أثرية، تم نصب كمين وتم استعمال سيارة أجنبية لإنجاح الموضوع ونجح الكمين وتم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 3 قطاع أثرية. رفعت أو رفعت أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على القانون الانتخابي، وذلك بعد وقت قصير من استئناف أشغالها عشية اليوم في مقر المجلس بباردو، وذلك بطلب من كتلة الحرة إلى حين الاتفاق بشأن الالتزام بحل النيابات الخصوصية قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل. مرة أخرى يثبتوا أن ما هيش لجنة التوافقات بقدر ما هي لجنة اتفاقيات. مرة أخرى
الشعب يستنى في قانون، نواب قاعدين يستنوا، وجماعة قاعدين يتفهم. في نهاية المطاف تمكننا في وقت معناها نعتقد أنه مش طويل برشا، لأنه استغرقت المسألة جلسة بالأمس وجلسة اليوم صباحية، وهنا دخلنا إلى الجلسة العامة للتصويت على القانون. وفي موضوع آخر، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبينشتاين أكد على هامش إحياء العيد الوطني الأمريكي التزام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية والعسكرية. كل الالتزام لمواصلة الدعم لأصدقائنا وحلفائنا التونسيين في المجال الأمني والعسكري، بالإضافة للمجال الاقتصادي وفي مجال مهم وهو التجزئة الديمقراطية. ولكن فيما يخص المجال الأمني طبعا فما التركيز ثنائي ومتعدد الأطراف فيما يخص تقوية أمن الحدود لأصدقائنا هنا في تونس. تم اليوم توزيع 10 مساكن اجتماعية على عدد من العائلات المعوزة في منطقة بن قردان من ولاية مدنين. رباهي، لكن دارين دفع يخفض لنا في الدفع شوي، الدفع يودي ما عنديش، انا فقيرة حال خلاص ما نخدم في شيء بطالة. إشكالية الدفع لأنه الناس هذوما معوزين، فما درس للموضوع ربما في إمكانية تقسيط الدفعات هذه. المساكن العشرة اللي فرقناهم اليوم فما مسكن واحد ما تخلوش الماء وضوء، وهذه مشكلة محلية شفضوها إن شاء الله غدوة ولا بعد غدوة. عقدت اللجنة الجهوية لمشروع التنمية الزراعية والرعوية بمدنين اجتماعا بالفلاحين بمقر بلدية بن قردان، سبقته وقفة احتجاجية نفذها عدد من الفلاحين للمطالبة بتنفيذ المشروع وفق ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات السابقة، وعبروا عن رفضهم تحويل صبغته ليصبح مشروعا لتنمية المسالك الفلاحية. حاجتناش باش يتشتت المشروع، المشروع راه جايب 71 مليار جاي للمنطقه، اصبح معناها مفتت على سيدي مخلوف وعلى الاخر، وحنا ماناش ضد هذا. باقي اللي يقبضونا 28 مليار باقي باش يتفتتوا الى اجزاء اخرى اللي هي معناها الطابعي والاخر، باش يتجزع العمادات في بالي 10 عمادات، معناها المشروع 28 مليار باش يتجزوه. في إطار احتفال التلفزة التونسية بالذكرى 50 لتأسيسها، شرع التلفزيون الصيني الناطق باللغة العربية مع بداية هذا الشهر وعلى مدى أسبوع كامل في بث مجموعة من البرامج التوثيقية التي أنتجتها التلفزة والتي تعرف بتونس في عدة مجالات. ختام عرض أحداث هذا اليوم والثامنة مساء، تتواصل مع الزميل مكي. شكرا لك يا غفران، جولتنا فعلا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. برمجة رمضانية متنوعة بتوجه كوميدي كشفت عنها قناة التاسعة في ندوة صحفية عقدت اليوم. يهدف مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج إلى الدفاع عن مصالح التونسيين المغتربين وتبني مطالبهم، غير أن صيغته الحالية لم ترضي أعضاء تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج الذين يرون أن بعض نقاطه لا تستجيب لتطلعات الجالية التونسية مطالبين بتنقيحها. لا يزال مشروع قانون إحداث مجلس التونسيين بالخارج المعروض حالياً على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التونسيين بالخارج يثير جدلاً في صفوف الجالية. مجلس يهدف إلى الدفاع عن حقوق المغتربين ومصالحهم ببلد الإقامة كما بتونس. التونسيين بالخارج معنا معرضين للسياسات مختلفة من طرف الحكومات بلدان الإقامة، والمجلس هذا عنده رأي في الموضوع وعنده نجم يبدي رأي في الموضوع ونجم يقدم اقتراحات للحكومة وللدولة التونسية ويسعى لحماية التونسيين بالخارج. يمثل المغتربون 10% من نسبة المواطنين التونسيين، فئة كبيرة منهم ترى أن صيغة هذا المشروع تتضمن نقائص كبيرة من حيث تركيبة المجلس ونسبة تمثيليته.
نحب نمثلوا الهجرة مش نحب نمثلوا الحكومة في الهجرة. فما مثلا قضية النواب، نواب مجلس الأمة هم يراو وإحنا مساندينهم في هذا أنه لا داعي أن يكونوا ممثلين، يعني النواب موجودين في لا ممكن رؤساء الكتل، ممكن معناه ممثلي الكتل موجودين. اثنين أنه التمثيلية لازم تكون فيها زاد كذلك تناصف بين الرجل والمرأة. ضبط مشمولات المجلس وصلاحياته أبرز التنقيحات التي تقدمت بها تنسيقية جمعيات الهجرة شرطاً أساسياً لضمان استقلالية تامة على المستوى الإداري والمالي والقانوني. نحب لجنة تعتني بالناس الكل وليس معناها متاع حزب ولا اثنين. المدير التنفيذي يكون تحت سلطة المجلس ومش العكس، ومش يمثل معناها للحكومة وبس وهو اللي قرر كل شيء. فيما تتواصل النقاشات بالبرلمان حول المشروع، تستميت جمعيات الهجرة في الدفع نحو الآليات الكفيلة بتعزيز حقوق الجالية داخل الوطن وخارجه حفاظاً على هويته التونسية. والآن مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي وأخبار المال والأعمال تقدمها اليوم نسرين بن حسين. تفضل نسرين. شكرا مكي. ومشاهدينا الكرام إلى جولة اقتصادية. في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي سيمتد على 3 سنوات، أعلنت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وإني الإيطالية وأوام النمساوية وميدكو الأندونيسية عن تخصيص 11.6 مليون دينار كمساهمة في رفع التنمية بولاية تطاوين. برنامج هو على 3 سنوات قلنا، اللي هو فيه بنية تحتية مش برشا، فيه تشجيع الشباب اللي هما عندهم واحد الدبلوم تاعهم العليا سورتو، وحتى مش العليا الاخرين واحد وكل، تشجيع الشركات اللي يحبوا ينتصبوا الغادي اللي ما نجموش كانوا ينتصبوا قبل. مقترح مدرسة بير 30 لتهيئتها، مدرسة الأمراض التوحد إلاف، مركز صناعة التقليدية في إرمادة، الجانب الصحي كان تطاوين معناها ناقصة في الاختصاص، دخلت في جلب طب الاختصاص في توليد النساء والتبنيج والجراحة. أقرت وزارة النقل حزمة من الإجراءات الإضافية لتنشيط من إيراد التجاري الذي يؤمن 70% من التجارة الخارجية، ومن بينها دعوة أهم الشركات المواردة وخاصة العمومية إلى رفع حاوياتها من الميناء في أقرب الآجال، إضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإدارات المعنية للاجتماع يوميا بالميناء لدرس الإشكاليات وإيجاد الحلول. أمضت كل من تونس وروسيا البروتوكول المتعلق بتبادل المعلومات بخصوص البضائع ووسائل النقل ومذكرة التفاهم التونسية الروسية في المجال الديواني بمقر وزارة المالية، ما سيساهم في تسريع إجراءات التسريح الديواني للبضائع التونسية لـ30 مصدراً. أعلنت الخطوط التونسية اليوم ارتفاع حركة المسافرين على متنها بنسبة 6% خلال الأشهر الخمس الأولى من 2016، وذلك مقارنة ب 2015. هذا وبينت الشركة أن أنشطة نقل المسافرين ارتفعت من 1,082,706 مسافر إلى 1,147,528 مسافر، كما تطور عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة بنسبة 8.1% علاوة على الزيادة في الرحلات الإضافية بنسبة 86.1%. ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تداولات اليوم، وذلك بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية. يأتي هذا بعد أن شهد النفط الخام انخفاضا خلال جلسة اليوم نتيجة اجتماع منظمة الأوباك وعدم توصلهم إلى قرار بشأن مستويات الإنتاج. أقفى
أسفلت بورصة الأوراق المالية بتونس عملية التداول لحصة اليوم في الخانة الخضراء بتطور يوازي 0.53% مع حجم معاملات قدرة ب 7,292,000 دينار مع تداول 1,756,000 سهم. أسعار العملات العربية والأجنبية كالآتي: والآن كالعادة مع فقرة اقتصاد وأرقام وأغنى رجل على وجه الأرض في التاريخ. وبفقرة اقتصاد وأرقام وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الموجز الاقتصادي، متابعة طيبة. شكرا لك نسرين. من الاقتصاد إلى الثقافة، حيث أصبحت صفاقس اليوم قطب الثقافة العربية وبوصلة المبدعين هذا العام. اختيارها عاصمة للثقافة العربية يمنحها قيمة إضافية ويطرح أمام منظمي الحدث رهانا وتحديات لإنجاح هذه الدورة. وقد بدأت احتفاليات صفاقس عاصمة للثقافة العربية. لمزيد تسليط الضوء على هذا الحدث ينضم إلينا من مكان الحدث مباشرة من صفاقس مفادنا إلى هناك سعيد الزواري. سعيد، ماذا عن أهم ملامح بدء هذه الاحتفالية لمدة عام صفاقس عاصمة للثقافة العربية؟ نعم، مكة افتتحت قبل قليل التظاهرة الترويجية تمهيدا لإعلان فعاليات صفاقس كعاصمة للثقافة العربية ل 2016 تحت شعار صفاقس قصة نجاح. كان ذلك بإشراف وزيرة الثقافة وأيضا حضور عدد من الوزراء والوجوه السياسية وبعض الدبلوماسيين والسفراء العرب والأجانب، وكذلك عدد مهم من المثقفين ورجال الإبداع والثقافة في تونس وكذلك خارج تونس للمشاركة، وهي كمصافحة أولى لمدينة صفاقس في هذه التظاهرة، يعني تظاهرة التي ستمتد لعام كما ستقع وستنتهي في مارس 2017. تم برمجة عديد الأنشطة الثقافية والفنية خلال هذه التظاهرة، ولكن هناك بعض التشكيات من غياب البنية التحتية التي ستستقطب هذه الأنشطة، وفي الأثناء وقع تركيز يعني بعض يعني الفعاليات. مثلا وقع تحويل الكنيسة إلى مكتبة رقمية بمواصفات عالمية لاستقطاب بعض الفضاءات وبعض الأنشطة الثقافية، أيضا تحويل شط قرقنة أو يتم تحويله الآن إلى فضاء سياحي ترفيهي حتى يستقطب مجموعة من الأنشطة الفنية وكذلك الثقافية، بالإضافة إلى ترميم سور المدينة العتيقة هنا بمدينة صفاقس حتى يصبح مؤهلا لنشر بعض التظاهرات الثقافية ولعرضها. أيضا القائمون أو القائمين عن هنا على هذه التظاهرة يقولون أنها لن تكون يعني فقط في مركز الولاية في مدينة صفاقس، ولكنها ستشمل بقية المعتمدات وكل مناطق جهة صفاقس مكي. نعم، نشكرك سعيد زويري موفد قناة التاسعة إلى مدينة صفاقس، حيث بدأت التظاهرة الترويجية لموسم كامل يستمر إلى غاية شهر مارس 2017 صفاقس عاصمة للثقافة العربية. غير بعيدا عن الشأن الثقافي إلى الشأن العالمي، حيث عقدت قناة التاسعة صباح اليوم ندوة صحفية أعلنت فيها عن برمجتها الرمضانية المتنوعة تحت شعار مع التاسعة يزهى رمضان. وتتميز البرمجة لهذه السنة بطابع كوميدي ميز أغلب الإنتاجات من برامج ومسلسلات. في موعدها الثاني مع شهر رمضان، كشفت قناة التاسعة عن برمجة مشوقة في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بحضور ثلة من الصحفيين والإعلاميين بمقر القناة تحت شعار يزهى رمضان. اختارت قناة التاسعة الكوميديا والفكاهة توجهاً واضحاً لبرامجها لهذه السنة، أعمال شارك فيها العديد من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية. قناة التاسعة ركزت
ابتداء نجم نقوله من شقان الفطر حتى للتسعة متاع الليل على كل ما هو ليه علاقة بالكوميديا، بكاميرا خفية، ببوليس 2.0، بالرئيس اللي هي أما سيت كوم أو كاميرا خفية مرتكزة خصوصا على الابتزامة وعلى الضحكة. صار معنا جاهزا عبر سكايب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من جدة. ألو جدة، الكاميرا الخفية الحدث لهذا الموسم جمعت بين السياسة والفكاهة، أين يقع السياسيون ضحية اتصال وهمي من الرئيس الأسبق بن علي، فتختلف ردود الأفعال. التحضير بتاعها مش سهل، لازمك تعرف السيد باش تجيبه هذاك شنو هو البالماريس نتاعه، اسكو كان معاه ولا كونتر، كان معارض بالرسمي وكان معارض شنو. دونك الخايبه كي توصل تجيبه ومن بعد يخرج وما يكملش معاك الميسيون. حاجه دلوله ياسر ضحك شيخه. باقة رمضان لقناة التاسعة تضم أيضا مجموعة من الأعمال ذات البعد الكوميدي على غرار سلسلة بوليس 2.0 بطولة لطفي العبدلي وكمال التويتي وسيت كوم الرئيس لجميل النجار والتي تعد سابقة له في الإخراج التلفزي. حلمة حققناه في 6 جمعات، دونك التصوير صار بين حمامات ومستير. فوالا عملنا 30 حلقة 20 دقيقة تتعدى إن شاء الله في التاسعة مع 8 و4. لا تخلو برمجة قناة التاسعة لشهر رمضان من الأعمال الدينية والصحية، إضافة إلى مسلسلين باللهجتين الليبية والسورية دراغنوف وعناية مشددة، وبرنامج من تلفزيون الواقع لاريا، لتكون بذلك برمجة جامعة وثرية. الآن إلى أبرز الأحداث العالمية في عرض سريع أمنه اليوم آزر النصري. قتل شخصان على الأقل وجرح أكثر من 12 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت الجيش الليبي خلال تقدمه نحو مدينة سرت، وقد تبنى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية العملية. قتل شخصان على الأقل وجرح آخرون في تفجير قرب مسجد الخلفاء الراشدين باللاذقية، وحسب وكالة الأنباء السورية فإن التفجير نفذ بواسطة دراجة نارية بعيد صلاة العصر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل فلسطينية حاولت طعن جندي قرب مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء الفيضانات وسوء الأحوال الجوية جنوب ألمانيا حسب وزارة الداخلية الألمانية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 9. تسببت الفيضانات الاستثنائية التي تتعرض إليها فرنسا في مقتل شخص على الأقل وقطع عديد الطرقات وأغلاق مدارس وإخلاء مناطق وسط إنذارات الخطر والطوارئ التي أطلقتها وزارة الداخلية الفرنسية، وقد تمت أكثر من 1000 عملية إنقاذ حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية. والآن أنا وان الرياضة وطنيا ودوليا مع موجز رياضي يقدمه أيمن زروق، تفضل أيمن. شكرا مكي، مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الرياضي. أنهى اليوم المنتخب الوطني التونسي تحضيراته قبل مواجهة نظيره جيبوتي في إطار الجولة 5 من تصفيات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017. ويذكر إلى أن مباراة شارة الانطلاق المباراة ستكون انطلاقا من الساعة 1:30 بعد الظهر. نبقى مع المنتخب، حيث حافظ المنتخب الوطني على مرتبته 6 إفريقيا و47 عالميا في التصنيف الشهري الذي أصدره اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وبذلك سيكون تواجد المنتخب التونسي في المستوى الأول لقرعة مونديال روسيا 2018 رهين نتيجة مباراة تنزانيا ومصر أو الفوز على جيبوتي في مباراة الغد بأكبر عدد من الأهداف. ويذكر أن الفيفا سيصدر ترتيبا استثنائيا للمنتخبات الإفريقية يوم 24 من جوان الجاري قبل إجراء القرعة. نفذ اليوم عدد من أحباء قوافل القفصة مسيرة انطلقت من مقر الولاية وجابت شوارع المدينة، وذلك احتجاجا على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم والقاضي بمعاقبة الفريق باللعب دون حضور الجمهور في المباراتين المتبقيتين من الموسم الرياضي. جماهير القوافل ترى في القرارات الأخيرة التي سلطت على النادي حملة ممنهجة لإنزال الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية. احتجاجات هذه تعبير من جماهير القوافل الرياضية بقفصة على الظلم والاسترداد اللي قاعد يمارس في حق الجمعية
ما عملنا حتى شيء، ما صار حتى شيء في ماتش شباب القروان. جبناه يعلم ربي كيفاش جابت الجوالات، ما رعانا كان الرابطة تعاقبنا بزوز ماتشوات من غير حتى سبب. جمهور قفصة باش نضغطوا على الرئيس الجمعية باش ينسحب والبطولة باش تنح. يا أخوي ألعب واحد. تدور غدا الجولة الختامية من مرحلة البلاي أوف للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث يتنافس كل من نادي كرة القدم بالحمامات والأولمبي الباجي واتحاد تطاوين من أجل مقعدين في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم، بعد أن ضمن مستقبل جابس الصعود في الجولة الماضية. وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات هذه الجولة. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة الأولى والثانية من دور المجموعتين لكأس الاتحاد الإفريقي، والذي يشارك فيه النجم الساحلي كممثل وحيد للكرة القدم التونسية. وسيقود الحكم الإيفواري دينيس ديمبلي مباراة الكوكب المراكشي المغربي والنجم، والتي ستقام يوم الجمعة 17 من جوان الجاري. وبالنسبة لمباراة النجم الساحلي والفتح الرباطي المغربي، فسيديرها الحكم المصري جهاد جريشة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر. وبهذا الخبر نصل إلى آخر الموجز الرياضي، والمشوار متواصل. معك مكي. شكرا لك أيمن، كما عودناكم من أخبار الرياضة إلى أحوال الطقس والنشرة الجوية مع سونيا اليونسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تميز طقس اليوم بذباب محلي في الصباح مع سحب قليلة بأغلب الجهات، تكون كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة. البحر كان قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 27 درجة، بنزرت 25 درجة، 27 درجة بجندوبة، 28 درجة بالمهدية، 28 درجة بالقصرين، و32 درجة بتوزر. التوقعات الجوية ليوم الجمعة: بعض السحب على كامل البلاد تكون محليا كثيفة بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، وقوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر يكون قليل الاضطراب بعد الظهر بالسواحل الشرقية. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، أمطار ضعيفة بالجزائر مع سماء صافية وشمس مشرقة بقية البلدان بعد بعض الغيوم ببنغازي. درجات الحرارة تكون بالقاهرة 44 درجة، بنغازي 33 درجة، 29 درجة بطرابلس، الجزائر 25 درجة و23 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، الطقس دافئ ومشمس والحرارة في ارتفاع خاصة بمكة والكويت مع سحب عابرة وبعض الأمطار باليمن والقدس. درجات الحرارة تكون بدبي 38 درجة، 40 درجة بالرياض، 46 درجة بمكة المكرمة، 25 درجة بالقدس، و45 درجة بالخرطوم. مروراً إلى أوروبا، تعود الغيوم لتكون الأجواء مغيمة بأغلب بلدان القارة مع أمطار غزيرة بفرنسا وتركيا وذباب كثيف بهولندا وروسيا. درجات الحرارة تكون بروما 25 درجة، 24 درجة بمرسيليا، 14 درجة بلندن، 22 درجة ببوتابست، و31 درجة بإسطنبول. وصولاً إلى شمال أمريكا، سحب قليلة بكامل مناطق القارة مع أمطار غزيرة وسحب رعدية بمكسيكو سيتي. درجات الحرارة تكون بواشنطن 28 درجة، كذلك بنيويورك 25 درجة، بمونريال وكذلك بمكسيكو سيتي، و22 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس، بعض السحب بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تكون قوية تدريجيا بالجنوب مع رياح رملية قوية. البحر يبقى قليل الاضطراب فمضطرب بخليج جابس. أما درجات الحرارة ستكون يوم الجمعة بين 28 و 37 درجة، السبت بين 29 و 39 درجة، ويوم الأحد بين 30 و 40
درجة. غدا الجمعة الثالث من شهر جوان يكون الشروق على الساعة 5 والغروب الساعة 7:35. صورة الشروق أرسلها لنا عماد سعداوي من نفطة، وصورة الغروب فمن أريانا لآلاء الشوقي. شكرا مشاهدينا على المتابعة، ننتظر صوركم عبر انستغرام التاسعة، والآن عودة إلى بقية جولتنا الإخبارية. نعم سونيا، إلى فقرة نيوز بوك الآن وآخر الإصدارات، خصوصا في مستوى الصور والفيديو وما راج في الصفحات التونسية. صورة اليوم للسباح التونسي أسامة الملولي التقطها مصور فوتوغرافي روسي خلال منافسات الدورة 16 لبطولة العالم للسباحة بمدينة كازان الروسية، وتحصل بها على الجائزة الأولى لمهرجان سبورتفوليو، وهو أحد أشهر التظاهرات العالمية التي تعنى بالصور الرياضية. إلى فيديو اليوم يأتينا من عالم الرياضة أيضا، لكنه لحيوان الفقمة المعروف بضخامته، والذي يبدو أن له من العزيمة ما يدفعه إلى ممارسة التمارين الرياضية بهدف تنحيف بطنه، عزيمة قد لا يمتلكها العديد منا لممارسة الرياضة. نختم وياكم بكاريكاتور اليوم، يأتيكم دوما بتعاون مع جريدة الصباح وبريشة حمدي المسعودي. ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا على متابعتها حتى النهاية، دمتم بخير وإلى اللقاء.